فشلتنا يا عامر، ما تدري الحين في تطبيقات بدون عقد ورقي ولا حتى مفتاح وما تقابل المالك بعد؟ طب ليه ما علمتني من اول؟ اي تحديث يصير عطني اياه على طول. معليش ما شفت القفل ياسر. دحين البنات كيف ياخذوا الفلوس وهم ما قبلوهم؟ توصلهم عن طريق الفيزا. سعر اليوميه مين يحطه؟ هم يحطونه. طيب المستاجر اذا ما طلع ولا سوى جرية انا اكلها؟ بلغ عليه المشاركات اللي الله يحرمنا منها. ها وش يصير؟ الباسورد حق الباب يكون شغال بس بالمدة اللي مستاجرها، ويا حبيبي ما يمديه يسوي أي شيء، كل شيء مربوط مسجل بالهوية. وأنا أبوي ما يشغل إلى الحين، قم راح جمع الإجراءات. وقف وقف. يا عيال تعالوا. ارتعب ام الاستراحة. ياوك وش ذا؟ وراهم كبين النعمة يا عيال. الحين من بينظفها ذي؟ شكو شكفتة، روح شوفوا شو الوضع داخل. هلا والله مي، مستانسين بالسفرة؟ ايه مرة مبسوطين. طيب والحين؟ وين جاحدين انكم ما تأجرون الاستراحة؟ شوفوا وش سووا اللي استأجروها منكم. يا عيال وش ذا القرف؟ بنات شوفوا. اوف وش كل هذا؟ عشان ثاني مرة ما تأجرونها. اي وانا وش درى انهم بيسوون كذا؟ انت أجرتيها؟ على العموم انت فيهم تقييم سيء، عشان ثاني مرة ما حد يأجرهم. كفو والله. استراحة البنات فيها مسبح؟ لا. آه. إيش هذا؟ لازم نبلغ درجة. أي والله كم قطت ذا؟ ما هي قط، المشكلة راح فينا كذا جالس. ذبه الله يفشلك يا شيخ، ذبه أخلص. يا عيال شو وش حصلت على الحراجة؟ 100 وما في إلا فلوس. أمشي يا كفتة. يا عيال انتبهوا، لا حد يعطى النعمة. ها عم عم تتابع هذا ما يتصل. يا ستك فنظفوها ولكم اللي تبون، ما أبي أرجع وهي كذا. يا عيال أبا نظفها. نظفها لحالك يا ابوي، بس بألف ريال. خلاص اتفقنا. من وين نبدأ بس؟ مو بحنا يا الغالي. هذولي ساعتهم ب200 والباقي تحطه في جيوبنا. شوف الكثير، ما في ندافة. أيوة واضحة، ما لها لك حيلان. كله كلاس يسمى 150 ريال. كافو يا صديق، الحساب عند ياسر. ما معي كاش. ما يعطي فلوس الحين، كله رجع جبلة جوا. تراهم حبول وزينة، عطها ولا خلاص خلاص صديق، الحين بروح أسحب لك.